أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة وبرنامجنا المتميز ومدرسة على الهواء. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي، في بداية الحلقة نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ عبد المنعم مصطفى. أهلا أستاذ منعم. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب. صحة والسلامة. أهلا وسهلا. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، توقفنا في الحلقة السابقة شرح وتحليل وتفصيل تلقي تليفونات أسئلة كاملة في غاية الدقة، في تنويع جدا في ايه وضع الاسئله اللي بنسمعها السنه دي. ما شاء الله في طلبه كتير جدا بتتصل وبتتواصل معانا من خلال تليفون البرنامج وبنلبي كل رغباتهم. توقفنا لشرح تفصيلي مع دقائق الامور في الفصل الثاني، بناء الدوله الحديثه في عهد محمد علي باشا، ثم تطور الاوضاع في مصر منذ الثوره العربيه وحتى الحرب العالميه الاولى. تحدثنا عن تطور الازمه الماليه وصور التدخل الاجنبي وكيف بدات سياسه الاقتراض، ثم كيف بدأت الأزمة المالية. بدأت سياسة الاقتراض في عصر سعيد، ثم ظهرت الأزمة المالية في عصر إسماعيل، وبدأ الاصطدام السياسي مع القوى الأوروبية. تحدثنا عن صور التدخل الأجنبي وكيفية دخول هذه الصور بالضغط على إسماعيل، ثم فرمان 7 أغسطس 1879 وسحب الامتيازات التي سبق وأقرها السلطان العثماني من الخديوي إسماعيل بموجب الفرمان الشامل 1873 وتعيين الخديوي توفيق. يتم تعيين الخديوي توفيق وازدياد الأزمة المالية والسياسية. فرمان 7 أغسطس 1879. نشوف الفرمان ونرجع مع معاكم نكمل ونناقش تشابهات الفرمان ونصوص وموقف الدول الأوروبية منها. نشوف مع الأستاذ عبد المنعم. اتفضل أستاذ. يعني هو في البداية لازم أقول ليه السلطان العثماني أصدر فرمان أغسطس 1879، ويمكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت التقييد سلطة مصر والخديوي وإلغاء كل المزايا والامتيازات اللي أعطاها السلطان العثماني للخديوي إسماعيل في الأربع فرمانات السابقة، خاصة الفرمان الشامل أو الجامع بتاع 1873. طيب يبقى أنا عرفت سبب إصدار السلطان العثماني لفرمان أغسطس 1873. هو الفرمان بينص على إيه؟ نصوص الفرمان ايه؟ لما ندقق في قراءة نصوص الفرمان، واحنا طبعا فاكرين الاربع فرمانات السابقة، بلاقي ان نصوص فرمان اغسطس 1879 فعلا بتلغي الفرمانات السابقة. يعني مثلا على سبيل المثال النص الاول، وجوب يعني ضرورة ابلاغ السلطان العثماني بنصوص المعاهدات التي تنوي مصر توقيعها. معنى الكلام ايه؟ يبقى الخديوي وتوفيق قبل ما يعمل اي معاهدة مع اي دولة اجنبية ويوقع عليها، لازم مين يطلع عليها ويقراها الاول؟ السلطان العثماني. طب ده معناه ايه؟ معنى ان السلطان العثماني يطلع على المعاهدة قبل مصر ما توقعها، يبقى ده معناه ان السلطان ممكن يعترض على المعاهدة، يبقى انت مش من حقك تعمل معاهدات. يبقى شوف هنا الغاء بند ايه؟ ان مصر من حقها مثلا عقد معاهدات الخاصة بالبريد والجمارك، خلاص دي اتلغت. طيب النقطة الثانية، حظر يعني منع عقد قروض جديدة الا بهدف تسوية الديون. يعني زي ما نقول ايه، سلف تاني لا، تسدد اللي عليك اه، تستلف تاني لا. يبقى انا النقطة دي او النص ده الغى فرمان عام كام؟ 1872، اللي كان بيدي لاسماعيل الحق في ايه؟ في الاستدانة دون الرجوع للسلطان العثماني. طب النقطة الثالثة، لا يزيد عدد الجيش عن 18,000 جندي وقت السلم. الله. طب ده فرمان 1866 بيقول ايه؟ زيادة عدد الجيش الى 30,000 جندي. شوف بقى فرمان اغسطس 79 نزل تاني عدد الجيش الى 18,000 جندي. يبقى اذا فرمان اغسطس 1879 يبقى فعلا ألغى كل المزايا اللي سبق واداها السلطان العثماني للخديوي إسماعيل وأيد استقلال مصر. ولذلك هنا أستاذ أحمد لو جه بقى سؤال مثلا صح وغلط مع ذكر السبب، أصبحت السلطة الفعلية في يد الخديوي توفيق بعد توليه الحكم عام 1879؟ لا، هنا العبارة غلط. أصبحت السلطة الفعلية في يد إيه؟ السلطان العثماني لفرض القيود على الخديوي. حيث أصدر الفرمان ونقول النص بتاعه. جميل. هو لو صح وغلط مش محتاج النص، يعني إيه إثبات محتاج النص. تمام. طيب برضو في شوية محاورات كده بنقول اعترضت إنجلترا وفرنسا على الفرمان،
ليس عطفا على الخديوي ولكن منعا لطغيان نفوذ السلطان على الخديوي مما يعطل مصالح الدول الاوروبيه في مصر. هل الفرمان اتلغى بالفعل؟ يعني احنا اختلفنا مع بعض السنة. احنا اختلفنا 10 سنين بس, بس عايز اقول لك على حاجه, الفرمان اتنفذ. هو انجلترا وفرنسا اعترضوا زي ما هم عايزين, ما جاليش انا توضيح لايه اللي بس الفرمان اتنفذ. والدليل على كده يا استاذ احمد ان الجيش نزل عدده الى 18000 جندي. 1000 جندي. وانت بعد كده مطالب احمد عرابي اللي هي مطالب العسكريين في مايو 81 بيقول ايه؟ لما مش بيطالب بزياده عدد الجيش ل 18 لانه بقى 12 بس طبقا لفرمان 41. حركه 9 سبتمبر ماشي انا معاك, بس وحضرتك قال ايه بقى؟ الجيش كان من الناحيه الفعليه وصل 12. ما احنا قلنا ده كان 18 بقى 12. طيب بس قال وصله لي 18 لانه بقى 12 حسب فرمان 41. تمام, ما هو ده الفرمان الاساسي اللي هو حدد عدد الجيش. ده فرمان 66 ده كان استثناء. طيب جميل, زود الجيش 30. طب بنقول هنا تشابه فرمان 79 1979 مع فرمان 41. تمام, يعني فرمان دلوقتي 79 يعتبر فرض قيود زي 41, والفرمان بتاع 41 جه في الامتحان قبل كده. هنا تحديد وهنا تحديد. 18 مفيش معاهدات, هنا مفيش معاهدات. جابها في الامتحان قال لك قارن بين 41 و 79 موضح لي في عهد من صدر وايه الشباب وجه الشباب. طيب تمام, سؤال برضو صغير كده, في طلبه كتير جدا اثارت السؤال ده, بيقولوا كده لم يكن الخديوي اسماعيل وحده المسؤول عن زياده الازمه الماليه في مصر, صح ولا غلط؟ هو بص بيه, يعني مش الحكايه الخديوي اسماعيل وحده مش وحده. ياما هو اللي استلف. جميل, واخد بالك؟ مش هو اللي استلف, هو اللي استدان, هو اللي عمل المشروعات. مع انا متعاطف مع الخديوي اسماعيل وقلت لك راجل وطن, ولكن هو المسؤول عن ايه؟ عن الازمه الماليه. لان هو مين اللي بيوقع يا استاذ احمد؟ طب انا مع حضرتك. طب بنقول هنا مين اللي ادى الخديوي اسماعيل حق الاستلام خلي بالك بقى السلطان. عايز تلمي تلقي اللوم على السلطان الأصمان. اللي هو فرمان 72, بس في الاخر مين اللي بيمضي؟ ايوه ماشي, بس انت خدت اسماعيل حق كذا. هو لذلك نقول ايه هنا السلطان اضر بمين؟ اضر بمصر. بمصر. جميل, لان هو ساب له الباب عن يعني مفتوح على يعني الوقت. هو السؤال مش اصل في طلبه كتير جدا سالت السؤال ده قبل كده, لم يكن الخديوي اسماعيل وحده المسؤول عن زياده الازمه الماليه في مصر؟ يا استاذ احنا لو قلنا صح لانه عمل كذا كذا, ولو قلنا برضو ايه غلط لان السلطان قاسمه هنا ايه حق عقد المعاهدات الخاصه بالايه بالاقتراض دون الرجوع للسلطان تبقى للمسؤولين. ولذلك السؤال هنا فيه السؤال ليه جبتين يعني ما ليه جبتين. ولذلك لازم عشان احط صيغه للسؤال زي ده لازم يبقى الصيغه هنا فيها دقه شويه. هي السؤال الدقه بتاعته بدات الازمه السياسيه مع الكورة. انا ممكن برضو يبقى سؤال اجمل هنا او نوضح العلاقه بين فرمان 1872 وزياده الازمه الماليه في عهد او ازدياد الازمه الماليه في عهد اسماعيل. يبقى ده اوقعيا. تمام, معانا تليفون من القاهره. الو, السلام عليكم. السلام عليكم, ازيك يا اشرقت؟ الحمد لله بخير. عامله ايه بنتي؟ لو سمحت بس كده عندي اسئله وكده. اتفضلي. اول سؤال كان بيقول لي قرر المجلس العرفي عدم شرعيه التوفيق في حكم مصر. قول ايه؟ معلش تاني. ورقه كده بعدين اسمع مني ونكتب فيها. واحده واحده كده. قرر مجلس النواب عدم شرعيه الخديوي. لا, قرر المجلس الشرعي ولا مش عارف العرفي. العرفي. المجلس العرفي لاداره البلاد. انا عرفي عدم شرعية الخديوي في حكم مصر. ايوه, السؤال هنا فسر ولا صح وغلط ولا وضح ولا ايه؟ لا, تقريبا كان صح وغلط مع التعليل. طيب صح وغلط مع التعليل. قرر مجلس العرفي عدم شرعية الخديوي في حكم البلاد. ايوه, اتفضلي يا شرقت. السؤال الثاني اللي هو كان بيقول لي ما النتائج المترتبة على مشاركة المصريين. ما النتائج المترتبة على ايه؟ مشاركة المصريين. مشاركة المصريين فين؟ في الدواوين اثناء الحملة الفرنسية. في الدواوين اثناء الحملة الفرنسية. تمام. السؤال قتلت ليبا على يد سليمان الحلبي. التعليل بتاعه ايه؟ صح ولا غلط مع التعليل؟ قتلت ليبا على يد سليمان الحلبي. ماشي, هنقول لك صح ولا غلط وهنقول لك ليه. ماشي. ماشي كده. حاجة تانية يا بنتي؟ لا شكرا. تحت أمرك. ماشي, تابعينا إن شاء الله هنجاوبك على الأسئلة دي كلها مع بعضها لحظة واحدة وتابعينا. اتفضل يا صاحبي نعم. هو هنا السؤال اللي هو لو صح وغلط قرر المجلس العرفي عدم شرعيه التوفيق في حكم مصر. ما هو ايه العباره صح؟ العباره صح طبعا. ليه؟ لان المجلس العرفي ده تكون واصدر هذا القرار بناء على اتهامه للخديوي والتوفيق بالخيانه العظمى, مش كده؟ قال ان ده راجل خاين, خيانه عظمى وموالي للانجليز. يبقى المفروض ان يتم ايه, طالما خاين يبقى لازم يتم عزله. والخيانه. ومين يتولى الحكم المجلس او يدير امور البلد حتى يتم اختيار حاكم جديد. جميل. طيب بعد اذنك سامعني برضو, انت سيادتك قلت كده تمام مفيش اي مشكله, بس برضو ممكن نقول لان الخديوي ربط مصيره بالانجليز وامر عرابي بوقف التحصينات. تمام, ما هي دي هتخش تحت الخيانه.
هتخش بقى شرح، لان احنا قلنا صح وغلط مش هنكتب ايه كل حاجه. طب النتائج المترتبه على مشاركه المصريين في الدواوين، والله هو ده سؤال جميل فعلا جدا. الدواوين اللي انشاها نابليون سواء ديوان القاهره او دواوين المديريات او الديوان العام اللي انشاه نابليون، الحقيقه علمت المصريين فكره سياسيه جديده ما كانوش يعرفوها قبل كده، الا وهي ايه؟ ضروره مشاركه المصريين في حكم بلدهم، لازم يبقى لهم راي في حكم بلدهم. ودي جابت نتيجه امتى يا اشرقت؟ جابت نتيجه علي. عند رحيل الحمله الفرنسيه عندما تنافست ثلاث قوى على حكم مصر. مين هنا انتصر على القوى المتنافسه على حكم مصر بعد رحيل الحمله؟ قوة الشعب المصري التي برزت وسط الأحداث التي تعرضت لها مصر، اللي هي أحداث الحملة الفرنسية. فنجحت قوة الشعب في التخلص من القوى الثلاثة الطمعانة في مصر، وعزل الوالي العثماني الظالم خورشيد، وتعيين محمد علي بإرادة الشعب. يبقى الشعب هنا ليه رأي ولا ملوش؟ استفاد من الدواوين اللي أنشأها نابليون ولا ما استفادش؟ استفاد فايدة عظيمة. سواء بقى أستاذ أحمد نابليون يقصد أو ما يقصدش. هو طبعا كان في استفاده زي ما انت قلت، دي كانت اعلى استفاده لاول مره الشعب يشارك في الحكم، وبرده كان ليه استفاده موجوده. تمام. لما عاد علينا بالنفع في القضاء والمواريث والحكايات. طيب بص يا شركه، قتلك الليبر على يد سليمان الحلبي. طيب العباره هنا صح يا بنتي؟ طيب تعليلها مش عندي. تعليلها ايه؟ قال لك غضب سليمان الحلبي او غضب عربي الشام وسوريا نظرا لارتكاب نابليون مذابح يافا. هو طبعا نابليون لما راح الشام ما كانش اول مواجهه عكا، ركز معايا، هو فشل في عكا بس بعد ايه؟ يافا. لما دخل يافا بعد ما طلب منهم الاستسلام واستسلمت الحاميه في يافا، فدخل يافا وقتل الحاميه العسكريه الموجوده نهائيا. فطبعا الامر اللي ادى الى استبسال ومقاومه مين؟ عكا. حتى فشل في فتح مين؟ عكا. مين هنا من الشام بيتعلم عندنا في الازهر؟ الشاب السوري سليمان مين؟ الحلبي. انتهز فرصه ايه؟ وجوده في القاهره، وقتل طبعا كليبر 14 يونيو ماشي 1800 في حديقه الازبكيه. هو بس هنا استاذ احمد نقول ايه؟ طبعا ده مش عندنا، بس انا بوضحها، ده مش عندنا. هو هنا نقول سليمان الحلبي، ودي تبقى اوقع ان هو قتل كليبر. ممكن طبعا، اصل انا لو قلت الشام بس عشان اهل يافا وبس، يبقى الراجل ده يعني مش عندنا خالص. ما هي مش عندنا، انما اللي قولها ايه بقى؟ انتقاما لاخوانه المصريين اللي ماتوا في اسكندريه، واللي ماتوا في شبراخيل، واللي ماتوا في امبابه، واللي ماتوا في ثوره القاهره الاولى والثانيه. جميل. والسؤال ده موجود فعلا بالفعل تقريبا في الاعداديه. تقريبا موجود في الاعداديه. انا بقول لك يعني اذا هنا يبقى انا بدي للراجل ده صفه ايه؟ صفه الوطنيه والقوميه العربيه. القوميه. بس هو مش عندنا اصلا. هي السؤال مش عندنا اجابته، مش موجوده عندنا، بس تقدر ايه برضه تستنتج زي ما قالوا الشعب ميم كده، انتقاما او مشاركه في اجلاء الحمله الفرنسيه زي ما اشترك اهالي الجزيره العربيه في مقاومه الاهالي في الصعيد. طيب لما نيجي نشوف مع بعض برضو، معانا تليفون تاني. انسه ايه من سوهاج، سلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليك، ازيك يا ايه، اتفضلي. لو سمحت في سؤال صح وغلط مع التعليل. اتفضلي. ضعف روح الابتكار لدى المصريين في ظل سياسه الاحتلال البريطاني. ضعف روح الايه؟ ضعف روح الابتكار والابداع لدى المصريين اثناء الاحتلال البريطاني. تمام. تمام يا ايه؟ ايوه يا مستر. طيب ماشي، اتفضلي. ايه في حاجه ثانيه؟ اصبحت السلطه الفعليه في يد الخديوي توفيق بعد ان تولى حكم مصر عام 1800. ماشي، 1879 صح؟ صح. تمام. مستر لو سمحت في استفسار بس. اتفضلي. في النتائج المترتبه في سياسه الرقابه الثنائيه. نتائج المراقبه الثنائيه؟ ايوه. انا اكتب مثلا الغاء قانون المقابله في يناير 1800 وبيع حصه مصر في. طيب تمام، انا هجاوب لك السؤال، انا هعتبره سؤال يا ايه وهجاوبه لك بالتفصيل وافهمه لي. النتيجه المترتبه على ايه؟ اعاده العمل بنظام المراقبه الثنائيه. حاضر. طيب هفهمك، ما تقلقيش بالظبط كل النقط اللي انت هتكتبها، لان السؤال ده برضه فيه لبس ايه، في تفسير في ارجاع المراقبه، وفي مميزات المراقبه ونتيجه ارجاع المراقبه. هقول لك كل الاسئله المتعلقه بيها. في حاجه ثانيه؟ لا شكرا. تحت امرك يا بنتي، تابعينا من التلفزيون. طبعا عندنا في الاول خالص صح ولا غلط، ضعف روح الابتكار والابداع لدى غالبيه الشعب المصري اثناء الاحتلال البريطاني. العباره هنا صح. نقول لان التعليم خضع لسياسه المستشار الانجليزي دانلوب، الذي عود المصريين على الخضوع والاستسلام وقتل روح الابتكار والابداع، وجعل التعليم بالمصروفات العاليه بعد ان كان بالمجان، فانحصر في فئه قليله، وتخريج موظفين للدوله، كل اللي عايزه موظفين. نظرا لهذه السياسه ارتفعت نسبه الاميه في البنين 92% ونسبة الأمية في البنات 97%.
طيب السؤال الثاني الاستاذ منعم لسه مجاوبه تقريبا اللي هو اصبحت السلطه الفعليه احنا قلنا طبعا عباره خطا. ايوه لان السلطان العثماني اصدر فرمان اغسطس 1879 لتقييد استقلال مصر والخديويه والغاء كل المزايا اللي سبق واداها للخديوي اسماعيل. جميل. تبقى السلطه الفعليه في يد السلطان ليست في يد ايه توفيق. طب بالنسبه للايه المراقبه الثنائيه يا ريس، طبعا احنا عندنا في مشكله كبيره جدا في المراقبه الثنائيه. اولا طلبت مصر بالكامل تعرف تماما وجيدا ان من اعاد المراقبه الثنائيه هو رياض. لا كل بيقول كده. لا 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 فبقول دلوقتي يا اولاد ركزوا معايا تم عشان كده عشان كده استاذ احمد انا بقول ايه لا ضروره يعني كتاب المدرسه كتاب المدرسه لان التفاصيل دي مش هلاقيها في الملازم لا برد. مستحيل هلاقيها في كتاب المدرسه. جميل. طب اسمعي ايه معايا، انا هجيب لك المراقبه الثنائيه من اولها اهو وهنوضح مع الاستاذ ده من الاسئله اللي انت طلبتيها. تم اعاده العمل بنظام المراقبه الثنائيه على يد وزاره توفيق بعد ما استقال شريف 79 ألف توفيق الوزارة برئاسته وأعاد المراقبة الثنائية. طب لو جمالي صح وغلط، تم إعادة المراقبة الثنائية على يد وزارة التوفيق، تقول العبارة صح لأنها كانت قد توقفت من قبل بعد إدخال وزيرين في الحكومة المصرية، واحد إنجليزي وواحد فرنسي، واعتمد بطبيعة الحال هذا الإجراء رياض باشا. يعني رياض لما جه اشتغل راح اعتمد الإجراء. طيب رياض كده بريء من ارجاع المراقبة، يعني رياض جه لقى المراقبة شغالة، يعني ما احنا ده بنقوله، دي الحاجة الوحيدة اللي ايه بتذكر ليه هنا وبقى لها نفوذ أعلى من نفوذ وزراء. هنقولها دي بس هقول مين اللي حطها. عندي بقى المراقبة الثنائية مين اللي وضع لها الصلاحيات؟ القنصل الإنجليزي والفرنسي قاموا بتنظيم لائحة الرقابة. قالوا من حقها حضور جلسات مجلس الوزراء، الاطلاع على كافة البيانات، رأيهم كان استشاري ولكنه نافذ المفعول، فأصبح بذلك نفوذ الرقابة الثنائية أعلى من نفوذ الوزراء. ده كان في عهد وزارة مين؟ وزارة رياض. تبقى اللي رجعها وزارة توفيق، اللي حط الصلاحيات الرقيب الإنجليزي القنصل الإنجليزي والفرنسي، اللي اعتمد هذا الإجراء وزارة مين؟ رياض. طيب يا أستاذ منعم، لما نيجي نقول هنا إيه النتيجة المترتبة على إعادة المراقبة الثنائية؟ هو شوف المراقبة الثنائية على طول هنقول بيع وإلغاء وإصدار. اتفضل يا ريس. بيع إيه؟ نصيب مصر نصف أربع قناة السويس اللي هي ال 15% لفرنسا أو الاتحاد الماليين في باريس. أنا عايز بقى هنا النتيجة هي. اتفضل. ولذلك أصبحت مصر لا تملك شيء في قناة السويس في عهد مين؟ توفيق. لأن قبل كده إسماعيل باع الأسهم لإنجلترا. لإنجلترا 75. دي نتيجة. نتيجة إيه؟ أعمال المراقبة. إيه أعمال المراقبة هنا بيع؟ طب نتيجة البيع إيه؟ أصبحت مصر لا تملك شيء في قناة السويس في عهد الخديوي وتوفيق. طب إلغاء قانون المقابلة. طب النتيجة بتاعت إلغاء قانون المقابلة إيه؟ أضر بمصالح ملاك الأراضي الزراعية. ست أمثال الضريبة اللي دفعوا راحت عليهم، ما بقوش ملاك ملكية قانونية للأرض الإيه؟ الزراعية، رجعوا يدفعوا ضريبة كاملة، وما بقاش في استقرار زي الأول، لأن قانون المقابلة كان حقق إيه؟ عملية استقرار. خلاص ما بقاش في استقرار. تمام. يبقى دي نتيجة. طيب أنا بقول العمل والنتيجة أهو. طب بالنسبة للجنة التصفية لما اتشكلت عملت ايه؟ اصدرت قانون التصفيه يوليو 1880 ويصبح نظام مصر المالي حتى عام 1900 وكام؟ 4 يعني 24 سنه القانون يفضل ماشي. طب القانون ده قانون سيء السمعه، نتج عنه ايه؟ نتج عنه نقول ايه؟ منتهى التدخل الاجنبي في مصر، نتج عنه تدهور الاوضاع الاقتصاديه، لان القانون خصص اكثر من نصف ايرادات مصر او ميزانيه مصر لسداد الديون. طب وما تبقى وهو قليل لايه؟ للمصريين. وهذا حرم المصريين من ايه؟ من ثمره جهودهم. يعني طول السنه المصريين يشتغلوا ويشقوا ويجوا اخر السنه ما يلاقوش حاجه. ده غير وضع املاك الدائره الثانيه والدومين في يد اداره ايه؟ دوليه ضمانا لسداد الديون. تمام يا استاذ منعم. طيب اللي لسه بتقول بقى، هل هقول كل ده في الاجابه؟ لا انا اقول النتائج بس انا قلت العمل مع الايه؟ طب جميل. لو جيت دلوقتي سالت سؤال محدد في الامتحان، ما النتيجه المترتبه على اعاده العمل بقانون المراقبه؟ بص انا في رايي الشخصي يعني هقول كده، فقدت مصر ايه؟ ملكيتها في قناة السويس، وبعدين الغاء قانون الغاء اللي هو النتيجة بقى بتاعته الضرر بمصالح ملاك الأراضي الزراعية، تدهور الأوضاع الإيه؟ الاقتصادية. إنما أنا مش هشرح شرحها تفصيلي. لا مش هشرح، ده نقط. جميل. نقط يا بيه. طب دلوقتي بنقولها برضو الآية ونطمنها، يا آية ما بتجيبش شرح تفصيلي، بس المشكلة في حاجة، أنت برضو آية لازم تحفظهم كلهم. أيوة. لأن كل نقطة منهم سؤال لوحدها. وأنا أفضل يا أستاذ معلش يعني، لأن قد يكون أنت شفت بقى ساعة التصحيح واللي بيحصل بالظبط.
واحد يقول لك لا ما هو ايه بيع الغاء اصدار مادي نتيجه وفي ناس بتمشي على دماغها مش على دماغ الايه النموذج الايجابي بالظبط. فانا يعني انا في رايي الشخصي اكتبها كلها بالشرح التفصيلي مش بالشرح. يقول البيع نتج عنه كذا، بيع ونتج عنه كذا، قانون التصفيه كذا نتج عنه جميل. يبقى افضل يعني. ماشي يا رز. معانا اشرقت مره ثانيه من القاهره. السلام عليكم اشرقت. وعليكم السلام. اتفضلي. نعم سمحت بس كان في حاجه كنت عايزه استفسر عنها. اتفضلي يا بنتي. هو انا لما حضرتكم كنتوا بتقولوا ان اصبحت الشرطه في يد الخديوي. السلطه الفعليه. السلطه الفعليه في يد الخديوي. طيب تمام. هي مش المفروض الكلام ده ان هي لا هي فعلا اجابه صح. ايوه اتفضلي كملي. كملي معاكي يا اشرقت. الصوت ايوه. الو تاني الصوت بس معانا استاذ شريف لو سمحت. احنا بنقول تاني السلطه الفعليه اصبحت في يد الخديوي على حسب سؤالك. ايوه تمام. تمام ده سؤالك انت. ايوه تمام. هي طبقا لفرمان كام؟ 1879 مش ده سؤالك؟ ايوه تمام. احنا اتفضلي. هي المفروض الاجابه هتبقى صح مش غلط. يا ماما غلط. استنى بس نسمعها برضه. اتفضلي. علشان هي مش هما في الاخر خلوا الفرمان ده لاخوه خالص لما رفضت انجلترا وفرنسا. لسه بتكلم انا والاستاذ عبد المنعم يا اشرقت لو انت متابعنا من اول الحلقه. بنقول انجلترا وفرنسا لغت الفرمان. قالوا لا انجلترا وفرنسا ما لغتش الفرمان. هم اعترضوا على الفرمان اللي هيعطل مصالحهم بس الفرمان ما تنفذش. والدليل ان الفرمان اتنفذ. والدليل ان الجيش نزل كام الف؟ 18000. انت خدت مظاهره عبدين الاولى؟ خدت مطالب مايو؟ كاتب في مطالب مايو ايه؟ طلب عرابي بزياده الجيش ل 18 لانه بقى كام؟ 12. فهماني؟ ورجع قرر الطلب تاني في 9 سبتمبر لما قال عزل رياض وتعيين شريف وانشاء مجلس نواب والجيش يوصل كام برضه؟ 18. يعني معنى كده يا ست الكل ان الفرمان اتنفذ ولا ما اتنفذش؟ اتنفذ. هم اعترضوا وده حقهم عشان يحافظوا مصالحهم. والسلطان ما وافقش وده حقه لان مصر ولايه ايه؟ عثمانيه. تمام يا ست الكل؟ تمام. شكرا. في اي حاجه تانية؟ في افهميها بس يا اشرقت كده وانت هتلاقي نفسك ايه اقتنعتي. هي بتقول ان اعترضت فتلاقي اي حاجه تانية يا اشرقت. ممكن تكون قرض في ملزمه كده يعني. ما شكرا يا اشرقت. ماشي يا ريس. ما احنا قلنا في لبس هنا في الحاجات وبعدين ايه معلش ما احنا بنوضحها بالدليل بالظبط. يعني انا سالت حضرتك وقلت لك الفرمان اتلغى ولا لا عشان برضه نقنع الطلبه هل الفرمان اتلغى ولا استمر ولا كذا. هم اعترضوا عشان مصالحهم بس السلطان رفض الغاء الفرمان وبالفعل اتنفذ. انا اقول لساعتك اتفضل. هي انجلترا وفرنسا يا استاذ احمد مش اعترضوا على قيام مجلس شورى النواب اللي افتتح اولى جلساته في 26 ديسمبر 81 اعترضوا وبعتوا المذكره المشتركه الاولى في 7 يناير اللي بيقولوا فيها ايه؟ الغاء مجلس شورى النواب. حصل المحظور. حصل وما اتلغاش. ما اتلغى ولا ما اتلغاش؟ ما اتلغاش. ولما ما اتلغاش طلبوا قالوا ايه؟ عدم مناقشه الميزانيه. بس خلاص انما ايه؟ مش اي حاجه هم يطلبوها احنا بننفذها. طيب كده بالنسبة لإيه؟ لنتائج إعادة المراقبة الثنائية برضو ممكن نركب عليها سؤال تاني. نقول كان تنظيم الرقابة الثنائية بداية التبرم والسخط الشعبي على الحكومة دلل أو أيد نفس الإجراءات اللي نتائج. هي. طب لو قلنا فسر. ما هبص بقى هي ما تمشيش برضو فسر. طب ما ينفعش نقول صلاحياتهم؟ لا أصل طالما بقي أعمال تبقى دلل. لا أنا مش عايز هنا أعمال. ما هي أنا بقول تنظيم الرقابة الثنائية فسر. هتقول أعمالها. طب احنا ما ينفعش في التفسير نقول لان نفوذ اصبح نفوذ الوزراء كذا دلل او ما النتائج هي بتمشي اعمال. لا انا ما قلتش دلل. انا قلت بما تفسر تنظيم الرقابه بدايه السخط الشعبي على الحكومه. فسر تبقى نقول لان بيحضروا جلسات مجلس الوزراء للاطلاع على ما نفذ المفعول. هنا السؤال بقى الاوقع نقول ايه؟ بما تفسر اصبح نفوذ المراقبه الثنائيه اعلى من نفوذ الوزراء في التوفيق اكبر او اعلى من نفوذ ايه؟ ده مباشر الوزراء. تمام. انما في التفسير برضه هنحط المميزات. يعني هي برضه فيها يعني ايه الكل معود ان التنظيم يعني هي نتائج هي دايما الاعمال تبقى دلل. خلاص يا ريس واخد بالك. ماشي. طيب معانا ايه تليفون من الاقصر. سمير السلام عليكم يا سمير. السلام عليكم. الو. على صوتك يا سمير. الو. وطي التلفزيون كده واسمعني من التليفون ممكن. ايوه يا سمير معايا. اتفضل اتفضل. ايوه يا سمير روح يا دي استنى ما يسمع التلفزيون. واحده بقى واحده ثانيه كده قول من الاول. ماذا كان يحدث اذا ماذا يحدث. ايوه يا سمير نجحت حمله فرنسا على مصر 107 في تحقيق هدفها.
نجحت حملة فريزر 1807 في تحقيق هدفها. ماشي، في أسئلة تانية؟ ما النتائج اللي ترتبت على؟ أيوه اتفضل. توسعات إسماعيل في شرق إفريقيا. توسعات إسماعيل في شرق إفريقيا، تمام. ها معاك يا ريس. لما تفكر. اتفضل. ايوه يا سمير. توجيه النقد لمجلس شورى النواب الذي انشاه اسماعيل عم عدم اهميه مجلس شورى النواب اسماعيل 1866 او توجيه النقد لمجلس شورى النواب. معايا سمير؟ طيب ماشي يا سمير، تابعنا من التلفزيون ان شاء الله هنجاوب لك على كل الاسئله بتاعتك دي ان شاء الله بالتفصيل وهنحللها لك كمان. اول سؤال يا سمير متفضل، ماذا يحدث اذا نجح فريزر او نجحت حمله فريزر في تحقيق هدفها على مصر؟ على طول يعني الواحد لازم يقولها. لو نجحت حمله فريزر في تحقيق اهدافها لتم عزل محمد علي وما يقولش تعيين الالف طبعا. لا، لان الالف ايه؟ كمان مات قبل الحمله ما تيجي بشهرين. يبقى عزل محمد علي من حكم مصر وتعيين اي امير مملوكي اخر. جميل. يعني على مزاج مين؟ اولا عثمان على حسب هو على مزاج انجلترا. بل وايه كمان؟ لان انت ما تشوف من اهداف الحمله، هي الحمله جايه بالاتفاق مع روسيا. لضرب مين؟ لضرب تركيا. تركيا في مصر. يبقى كان من ممكن ايه؟ انتهت باحتلال انجلترا لمصر. طب عزل محمد علي وتعيين اي امير مملوكي محمد ايه باحتلال انجلترا لمصر. ولم ترتفع مكانه عمر مكرم. اكيد لان عمر مكرم مكانه عمر مكرم. تمام، لان بالزبط. عمر مكرم زادت شعبيته اللي قلقت بعد كده محمد علي في مقاومته لحمله فريزر. معلش يا ريس، في بس مشكله، احنا هنكمل الاسئله بتاعت ايه سمير وبعدين هنرجع مع بعض برضه هنتناقش في ماذا يحدث اذا توسعات اسماعيل، ما النتيجه المترتبه على توسعات اسماعيل في شرق افريقيا؟ شوف، اول حاجه حصاره للحبشه من ثلاث اتجاهات. النتيجه الثانيه دخول اسماعيل في حرب خاسره ضد الحبشه، خسرت فيها مصر 3 مليون جنيه كانت الخزانه المصريه في اشد الحاجه اليوم. اصبح اسماعيل يشكل خطرا على مصالح الدول الاوروبيه التي كانت تتوسع في نفس المنطقه. اعاد اسماعيل الى اذهان الدول الاوروبيه ظهور خطوره مين؟ جد محمد علي. فاستغلت الازمه الماليه 75 ولم يكن ذلك من باب المصادفه. تمام. فسر، او كان سؤال النقد، توجيه واضح النقد لمجلس شورى النواب 1866 في عهد اسماعيل. يعني لازم اقول في البدايه ان اسماعيل انشا مجلس شورى النواب حتى يكون مجرد واجهه تطفي، يعني تدي لحكمه رونقا وبهاء، شياكه كده وبهاء ان هو عنده مجلس نواب زيهم. طب المجلس ده غير دستوري، لان اول حاجه في ثلاث عيوب بقى اهو، ان المجلس لم يكن بناء على طلبات الشعب، بل كان منحه من الخديوي الى الشعب. يعني ايه؟ يعني ما فيش انتخابات حصلت، اسماعيل اختار ايه؟ الاعضاء وعينهم، ولذلك يقول لك منحه من الخديوي للشعب، مش بناء على طلبات الشعب. طب العيب الثاني حصر حق العضويه في فئات معينه زي الاعيان، كبار الصناعه والعلماء والتجار. طب المتعلمين من غير الاعيان لم يكن لهم نصيب في عضويه الايه؟ المجلس. يعني يا رب واحد يكون معاه دكتوراه من فرنسا انما اصلا فلاح فقير مش من الاعيان، ما عندوش ارض، او ما عندوش ارض، يبقى لا يحق لي ان يبقى عضو في مجلس شورى النواب طالما انا فرقت بين المصريين وبعض بسبب الغنى والفقر. ده عيب خطير جدا. يبقى المجلس غير دستوري. مجلس غير ايه؟ دستوري. ماذا يحدث اذا بنسمي السؤال ده سؤال تنبؤ، وسيادتك عارف ان السؤال ده بيحتل اهميه في ورقه الامتحان. تمام، لازم يجي في الامتحان، بيجي سؤالين نقطتين بثلاث درجات يبقى 4 درجات. ماذا يحدث سؤال تنبؤ كل المدرسين بيعلموا الطلبه فيه مشكله كبيره، الاجابه عكس النتيجه. مش كله. طب ما هو ده حصل مع سيادتك انت لما جبت لنا في الامتحان قبل كده، ماذا يحدث اذا وافق محمد علي على مشروع القناه؟ ايه يا حبيبي، ما هو انا ما اقول لك لما يبقى طالب فاهم، ما هو ده سؤال ايه مستويات عليا. احنا عايزين برضو نناقش السؤال ده، السؤال ده عامل مشكله. ده سؤال مستويات عليا، يعني جميل. السؤال اللي انا جبته في 2012 اللي بيقول ماذا كان يحدث اذا استمر محمد علي في رفض، اذا استمر محمد علي في رفض معاهده لندن 1840. في ناس عملوا ايه؟ قعدوا يعملوا عكس المعاهده، نصوص المعاهده. يقول لك لم يسقط نظام الاحتكار، لم ينسحب محمد علي من شبه الجزيره، ومش عارف ايش. يا جماعه غلط. ليه؟ لان اقرا الشرط الجزائي اللي في اخر نص في المعاهده. اذا لم يوقع، اذا محمد علي رفض او استمر في رفض هذه الشروط بتاعت المعاهده، تقوم الدول الاوروبيه باستخدام القوى العسكريه ضده. طب انا عايز العقل يشتغل هنا. مين ينتصر؟
الدول الأوروبية تنتصر على محمد علي ولا محمد علي هو اللي ينتصر على الدول الأوروبية؟ محمد علي هيتضرب هيتهزم. يبقى الدول الأوروبية تنتصر لأن ده كانت مين؟ إنجلترا وإمبراطورية النمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا وروسيا والسلطان والسلطان سيبك من السلطان لأنه كان انضم يعني ما عدا فرنسا هي بس اللي بعيدة. طب كل الدول الأوروبية دي بالعقل كده محمد علي هيقدر ينتصر عليها؟ طبعا لا. طب لو الدول الأوروبية انتصرت هيعملوا ايه في محمد علي؟ هيتم عزل محمد علي وأسرته من حكم مصر مش كده؟ يبقى دي اول حاجة بتبقى يعني هنا الفارض اقوى من المفروض عليه. تمام. فبالتالي ما اقدرش اعكس النتيجه. لا مستحيل. لا ما تقدرش. ما هو قال لك تستخدم ضد القوى العسكريه. انا فاهم يا ريس بس كل الطلبه دلوقتي متعلمه صيغه واحده في اسئله التنبؤ. طب ما هو اذا جه سؤال تنبؤ ده بيحفظه لهم. احنا عايزين نفهم ده كارثه ده اربع درجات. طب ما عشان كده احنا بنقول ده سؤال مستويات عالية. سؤال تنبؤ الاجابه فيه مش عكس النتيجه ده سؤال تنبؤ من الاحداث. على سبيل المثال يا ريس سؤال تاني برضه عشان نخلص الموضوع بتاعه ده. ماذا يحدث اذا وافق كليبر على عرض نابليون؟ إذا وافق كليبر إذا وافق آسف مراد بيك على عرض نابليون خلي بالك بقى هنا بقى ده ممكن أنفي. لا طب بس ركز معايا هنا احنا برضو عايزين نثبته في صورة غير تقليدية. مراد بيك رفض عرض مين؟ نابليون. جميل. لأن هو ما يحكمش الصعيد جميل تحت الإشراف الفرنسي. تمام. طيب لو الراجل ده وافق هو ما عكس ما جابش هنا النتيجة عشان عكسها ده أنا هتنبأ. ما هو خلي بالك هنا أنت هتجيبها هنا. هو ليه نابليون عرض العرض ده؟ لأن بسبب خطورة الحروب على الملاحة في نهر النيل. لأن مراد بيك فعلا كان قطع الايه الملاحة في النيل منع المراكب من وصول للقاهرة. يبقى نقول هنا ممكن نقول ايه نمرة واحد انتهت الحروب بين الفرنسيين واهل الصعيد. لان خلي بالك الحروب استمرت بعد كده. جميل. وانهاكت قوة مين؟ الفرنسيين. يبقى دي هنا دي ينفع هنا النفي. يبقى نقول هنا ايه انتهت الحروب بسلام لم تنهى قوة الفرنسيين اللي اخذت شكل الايه المناوشات. واخد بالك استمرار تدفق المراكب من او سير المراكب من الصعيد الى الايه الى القاهرة محملة بالغذاء الى اخره. وفر مراد بيك على نابليون مقاومة الاهالي في الصعيد. فلم تقم ثورة القاهرة الاولى. ما دي بنقول لها بقى اللي هيترتب عليها بقى ثورة القاهرة الاولى. برضو ثورة القاهرة الاولى لها اسباب تانية. يعني ثورة القاهرة الأولى ممكن كانت هتقوم بس ما كانش فيه بقى فرصة انشغال هنا نابليون. تمام. أصل الأهالي في القاهرة استغلوا انشغال نابليون في الصعيد وعملوا الإيه؟ المتاعب اللي بتواجه الحمل. جميل. هنشوف برضو أسئلة تانية. السؤال ده فعلا عامل قلق لطلبة كتير وهم مش فاهمين. ما هي عايز استنتاج برضو إيه؟ يعني عايز طالب يكون فاهم مش حافظ. ماشي يا ريس ما احنا بنوضح هنا. بنقول للطلبة هنا دلوقتي السؤال ده ما يعتبرش سؤال عادي ده سؤال صعب مش سهل. لا لا لا. ما هو عشان كده هو يعني هو عليه ثلاث درجات النقطتين ماذا يحدث فيما مقترحاتك وما الدروس المستفاده. نشوف كل ده احنا بالتفصيل. معانا تليفون مجد من الفيوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مجد؟ الله يسلمك. عملت ايه وصلت لحد فين؟ لا انا ما بروحش المدرسه. ليه يا مجد؟ انا منزلي. طيب كويس. ما كويس قوي انك انت برضو بتذاكر وانت في البيت. احنا قلنا لها تجيب كتاب المدرسه. يا مستر انا كان عندي سؤال بس. اتفضل يا مجد. لو محمد علي كان ما كانش وافق على معاهدة لندن. لسه عملنا مشرحها حالا دلوقتي. لحظة بس دقيقة. اتفضل. انا بس لو هو ما كانش وافق على معاهدة لندن. كانت كنت هكتب يعني انا هجاوب في السؤال. ان هو كانت الدول الاوروبية كانت تحارب محمد علي بس. لا تحاربه وتضربه وتعزله من مصر وينتهي حكم الاسرة العلوية لمحمد علي وولاده نهائيا من مصر. في تكملة. في تكملة يا اسمك مجدة. هنقول لم يصبح لمصر شخصية دولية. ستصبح مصر مجرد ولاية عثمانية متميزة. دي بقية الإجابة. لأن المعاهدة يا مجدة ثبتت أسرة محمد علي في حكم مصر وراثيا وهي معاهدة دولية. يبقى هنا أصبح لمصر شخصية إيه؟ دولية. يبقى عرفت مصر جالها اكتسبت الشخصية الدولية منين يا مجدة؟ من المعاهدة. لأن المعاهدة هي معاهدة دولية وقعت عليها الدول الأوروبية ما عدا فرنسا. بتقول إيه؟ تثبيت أسرة محمد علي في حكم مصر وراثيا. طيب يبقى مصر ما كانش هيبقى لها شخصية دولية. الحاجة التانية مصر هترجع تاني مجرد دولية عثمانية بس متميزة شوية. ماشي يا مجدة؟ في أسئلة تانية؟ لا شكرا. طيب شكرا يا مجدة. وصلنا لحد هنا الحركة الوطنية في عهد الخديوي توفيق. الحركة الوطنية قلنا طبعا حمل اللواء المعارضة ضد التدخل الأجنبي سياسة رياض خضوع التوفيق للأجانب صفوة أعيان المصريين. تمام. صفوة الأعيان
مش هم اعيان ملاك الارض بس، لا ده انا بتكلم على اعيان المجتمع سواء الاعيان او العسكريين او المتعلمين. ابدا الاعيان اعتراضهم على خضوع الخديوي وتوفيق للاجانب وزياده التدخل الاجنبي وسياسه رياضه الذي اضطهد الوطنيين وعطل الحياه النيابيه، اي عطل مجلس النواب، عطل دستور شريف باشا، ادخل المعارضين السجون، وعطل الصحف التي تنتقد تصرفات الحكومه مع الموافقه على اجراء المراقبه الثنائيه في الغاء قانون المقابله. ده زعل المتعلمين. الاعيان والمتعلمين الاشتراك في ايه؟ في سبب الزعل واحد، كلهم زعلانين من نفس السياسه. طيب المتعلمين قالوا ان الاصلاح لا يتم الا بعوده الدستور شريف باشا، وبالفعل تالف من جيش الناقمين هذا جمعيه حلوان او الحزب الوطني. جمعيه حلوان طبعا اصدرت مطالب جميله جدا، طالبت فيها جمعيه حلوان بايه؟ الغاء النص الخاص بتحديد ايراد السكه الحديد للديون، علاوه على ارجاع املاك الدائره الثانيه والدومين للحكومه، توحيد كافه الديون في دين واحد بفايده واحده 4% مع الغاء المراقبه الثنائيه وانشاء مراقبه وطنيه يكون فيها 3 من الاجانب تنتدي بهم الدول الدائنه. ده طبعا بالنسبه لايه؟ لجمعيه حلوان او الحزب الوطني. مطالب في غايه الجمال، عرض المطالب على رياض، رفض رياض وامر بايه؟ القبض على اعضاء الجمعيه ونفيهم للسودان فلم يستطع. فتالفت جمعيه جديده وهي مصر الفتاه، اي مصر الحره في الاسكندريه، مطالبه الخديوي باطلاق الحريات العامه. ايه الحريات العامه؟ الراي، الصحافه، الاجتماعات، المظاهرات وهكذا. ده طبعا يعتبر مثل على الاعتراض في الحركه الوطنيه. ثم تظهر العوامل الرئيسيه للثوره العربيه. اول مره السنه دي استاذ منعم يجيب العوامل الرئيسيه للثوره العربيه في كتاب المدرسه على بعضها. كنا احنا دايما بنستنتجها من كذا مكان ونكون لها اجابه ونقولها للطلبه. هو السنه دي راح عاملها في سؤال واحد، العوامل الرئيسيه المسؤول عن قيام الثوره العربيه. اتفضل يا ريس. يعني لازم نقول طبعا اللي هي اسباب الثوره يعني او اللي ادت الى قيام الثوره. انا بستنتجها يعني مثلا لما اقول ايه الحكم المطلق المستبد للخديوي وتوفيق ورياض ايه؟ باشا، لانهم الغوا مجلس شورى النواب والغوا الدستور. الحاجه الثانيه زياده التدخل الاجنبي في شؤون مصر الداخليه. الحاجة الثالثة تعرض العسكريين للاضطهاد داخل الجيش على يد القيادات التركية زي عثمان رفقي وزير الحربية الشركسي. هو طبعا المفروض انه يبقى وزير مصري بس هو مش مصري. هذا بالاضافة الى ايه؟ تدهور الاوضاع الاقتصادية بسبب اصدار قانون الايه؟ التصفية اللي حرم المصريين من ثمرة جهودهم. هذا بالاضافة الى غضب الاعيان بسبب الغاء قانون المقابله اللي اضر بمصالحهم. وعلى فكره استاذ احمد، اتفضل. الاعيان زعلانين لسببين مش سبب واحد. يعني مش بس بسبب الغاء قانون مجلس النواب اللي اتلغى. مجلس النواب وقانون المقابله. انت ضربت الاعيان من ناحيتين، مصالحهم وقفت في مجلس النواب وقانون المقابله. تمام، لان هم كانوا اعضاء مجلس النواب. بالظبط. يبقى انت هنا حجمت نفوذهم تماما، قضيت عن نفوذهم السياسه والاقتصاد اللي هم كانوا بيستمدوه من ايه؟ من عضويتهم في مجلس شورى النواب، والغيت قانون المقابله. فطبعا انت ضربت الاعيان في مقتل، يبقى ما نستعجبش ان الاعيان عنصر في الحركه الوطنيه من عناصر الثوره العربيه اللي قامت ضد الخديوي ورياض باشا. هذا بالاضافه الى ايه بقى؟ اللي هو السبب المباشر لقيام الثوره العربيه. خلي بالك السبب المباشر ده سواء حصل او ما حصلش الثوره هتقوم. بس بدل اقول ايه؟ بدل الثوره ما تقوم السنه الجايه مثلا، قامت السنه السبب المباشر عجل بقيامها. يبقى الثوره كانت هتقوم، بيه هتقوم، من غيره هتقوم. يبقى السبب المباشر عشان تبقوا عارفين هو اللي بيعجل، هو اللي بيقدم ميعاد الثوره، وهو نقل الامير لاي عبد العال حلمي امير، او نقول قائد، او نقول امير لاي الاي تره، وتعيين طبعا نقلوه فين؟ الى مقر وزاره الحربيه، قاعد على مكتب ركنوه ملوش لازمه بقى، وتعيين ضابط تركي مكانه، وهذا يعتبر تنزيلا لمكانه الضابط المصري عبد العال حلمي. وهذا ادى مش بس غضب عبد العال حلمي ولكن غضب كل الضباط المصريين في الجيش المصري، لان دي ضربه موجهه مش بس لعبد العال حلمي ولكن لكل الضباط المصريين. وبناء على ذلك طبعا انتوا عارفين بقى ايه، اجتمعوا في منزل عرابي وقرروا قيام الثوره. ده طبعا كان بالاضافه برضو الى غضب العسكريين من سياسه عثمان رفقي اللي حرم غالبية المصريين من الترقية وتولي الرتب العالية طبقا لمرسوم السلطان يوليو 1880 مع إحالة الكثير من الضباط للتقاعد. معانا ايه؟ أمير من الجيزة. سلام عليكم يا أمير. سلام عليكم. عليكم السلام. رحمة. أيوة، ازيك يا أمير، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل، في عندك حاجة؟ عندي سؤال. اتفضل. لماذا لم تتدخل الدول الأوروبية؟ على صوتك يا أمير بس شوية.
لماذا لم تتدخل الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية لمصر في عهد محمد علي وتدخلت في أواخر القرن ال 18 وتدخلت في أواخر القرن الكام؟ ال 18 ال 18 ولا 19؟ في أواخر القرن ال 18 في أواخر القرن ال 18 ماشي يا أمير، في حاجة تانية؟ لا ماشي يا أمير، شكرا، خليك تابعنا من التلفزيون نشوف مع بعض. لماذا تدخلت الدول الأوروبية في الشؤون الداخلية، لم تتدخل في عهد محمد علي وتدخلت في أواخر القرن ال 18؟ اتفضل يا ريس. أول حاجة لازم أعرف يا أمير إن محمد علي كان بالقوة بمكان إن يمنع أي تدخل أجنبي، يعني إنجلترا حاولت مع محمد علي وروسيا حاولت، ولكن قوة شخصية محمد علي منعت تدخل أي قوة أجنبية في مصر، ولذلك بقى شوف إنجلترا كانت بتعمل إيه يا أمير؟ كانت بتلجأ للسلطان بقى العثماني، يعني عاملة قلبها على مين؟ على السلطان. تروح تعمل مع السلطان معادلة تجارية اسمها بلطليمان لما حصل مشكلة بين محمد علي والسلطان بسبب حروب الشام. خلاص، وبعد كده لما محمد علي هزم السلطان العثماني انجلترا والدول الاوروبيه عملوا نفسهم بيعطفوا على السلطان وقلبهم على السلطان وواقفين جنبه ضد محمد علي وفرضوا عليه معاهده لندن 1840. انما قبل كده شخصيه محمد علي وقوته وسياسته الحكيمه وسياسته الاقتصاديه الداخليه ان هو لم يمد يده للاستدانه، ما استلفش من حد عشان يدي سبب او حجه لاي دوله اجنبيه تتدخل في شؤون مصر الداخليه. انما هنا اما اقول ايه تدخل مصر او في اخر تدخل الدول الاوروبيه في شؤون مصر في اواخر القرن ال 18، عارف القرن ال 18 ده الحمله الفرنسيه يا امير، يبقى ايه؟ يبقى الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه، بص يا بابا، القرن ال 18 يبدا من 1701 ل 1800 وحتى 1800. طيب في النهايه مين هنا عندنا في مصر الحمله 1798 جاءت الحمله الفرنسيه الى مصر في بقيادة مين؟ نابليون. ورحلت امتى؟ 1801، اللي هي اول سنة في القرن 19. مستغلة طبعا الدولة العثمانية هنا او ضعف الدولة العثمانية في كافة المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية، الامر الذي ادى الى ارسال فرنسا حملتها بعد نجاح ثورتها الفرنسية. ركز معايا، وفشلها في ضرب انجلترا في اوروبا. ركز هنا معايا بقى برضو، انت قلت الوقت ايه؟ ما ضربتش محمد علي وضربت مصر في اخر القرن ال 18. بنقول هنا مقدمة الكتاب، أول سطرين في المقدمة، يبقى الضعف والقوة، ضعف سياسة مصر في ظل الحكم العثماني اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، الأمر الذي مكن فرنسا من إرسال الحملة بعد نجاح الثورة الفرنسية وفشلها في ضرب إنجلترا. طب برضو سامي نعم، هنحط لها سؤال تاني. هو قال هنا في أواخر القرن ال 18، هنقول برضو أواخر القرن ال 19. أواخر القرن ال 19 تدخلت إنجلترا والدول الأوروبية مستغلة من الأزمة المالية سببا لضرب توسعات إسماعيل في الجنوب، ولم يكن عام 1875 ذلك العام الذي شهد التوسع المصري الكبير في الجنوب، هو عام الأزمة المالية من باب المصادفة، ولكن لضرب ووقف توسعات إسماعيل في الجنوب. تمام، معانا محمد من سوهاج. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. علي صوتك شوية يا محمد. سامعني يا محمد؟ أيوة. من النتائج المترتبة على الأزمة المالية. لا صوتك واطي قوي، علي صوتك شوية واسمعني من التليفون، ابعد عن التلفزيون وعلي صوتك، ماشي؟ النتيجة المترتبة على إيه؟ النتائج المترتبة على الأزمة المالية. الأزمة المالية. تمام. ما هي أسباب التدخل الإنجليزي في شؤون مصر؟ أسباب التدخل الإنجليزي في شؤون مصر؟ لا تفضل. لما تفكر؟ تفضل. يعد صندوق الدين أول هيئة أوروبية رسمية للتدخل الأجنبي في مصر. صندوق الدين أول هيئة رسمية أوروبية. تمام. واطي يا محمد التلفزيون شوية. بس كده. طيب يا محمد، تابعنا من التلفزيون ان شاء الله هنخلص لك كل الاسئله دي حالا. ما النتيجه المترتبه على زياده الازمه الماليه في مصر؟ لما حصلت الازمه الماليه في مصر هنا ادى ذلك الى ضغط الدول الدائنه بالتنسيق مع حكومتهم، عجز اسماعيل عن السداد يا محمد نتيجه للازمه الماليه.
بدأ الدائنين يتدخلوا في شؤون مصر ازاي؟ قال لك لجأ الدائنين الى حكوماتهم، وكانت اول الدول التي استجابت لضغط الدائنين هي انجلترا. اشمعنى انجلترا بالتحديد؟ ما هو مستلف من دول كثيره لتنفيذ فكره روضتها، وهي احتلال مصر، تلك الفكره التي روضتها منذ الحمله الفرنسيه وحمله فريزر. طبعا ولم تكن الديون السبب الحقيقي كما نعرف، لان الديون بدات منذ عصر سعيد، حيث كان هدف انجلترا قناه السويس والاقتراب منها وضرب اسماعيل في الجنوب. طيب نتيجه للازمه الماليه تحت ضغط الدائنين، قال لك ايه؟ اضطر اسماعيل لاستخدام صور التدخل الاجنبي. بعثت كيف؟ بسوفيه، صندوق الدين، المجلس الاعلى للماليه، المراقبه الثنائيه، لجنه التحقيق العليا او اللجنه الاوروبيه. طبعا كانت تعريفات بسيطه كده نتيجه لازدياد الايه؟ الازمه. السؤال اللي بعديه يا استاذ منعم، اسباب تدخل انجلترا، التدخل الانجليزي في شؤون مصر. هو طبعا السؤال هنا مفتوح، يعني هو يعتبر اللي انت قلته، لان انجلترا عندها مطامع قديمه في مصر تراودها نفس السؤال الحمله اللي الاسباب المباشره لذلك اتخذت من طبعا الازمه الماليه حجه للتدخل في شؤون مصر الداخليه، وبدا مسلسل التدخل الانجليزي ببعثه كيف. كيف ثم طبعا التدخل انتهى بايه؟ باحتلال انجلترا لمصر في سبتمبر 1882. فسر، يعد صندوق الدين اول هيئه رسميه اوروبيه انشئت بهدف التدخل. ليه بقى؟ قلنا ايه؟ فضل. لان بعثت كيف يا استاذ احمد؟ اول صور التدخل، اول صور بس ما اشتغلتش، لان اسماعيل رفض مقترحاتها. انما مين اشتغل؟ صندوق الدين. هو صندوق الدين اقترحه مين؟ مسيو في، ولذلك يقول لك عليه هو مشروع فرنسي. بيقترح ايه صندوق الدين؟ او هو عباره عن ايه؟ خزينه فرعيه للخزانه العامه للدوله، هو اللي بيتولى استلام المبالغ المقرره لسداد الديون، وهو اللي بيروح يسددها للدائنين الاجانب. والصندوق اقترح توحيد الدين. طب اسماعيل موقفه ايه؟ يعني انا قلت اسماعيل موقفه من بعثه كيف رفضها ففشلت، انما موقفه من صندوق الدين وافق واصدر مرسوم. ده طلب من الدائنين وضع النظام الذي النظام اللي هم عايزينه، فقدموا مشروع. فعشان كده نقول ايه؟ اصدر مرسوم بانشاء صندوق الدين، يعني الصندوق اشتغل. يبقى لذلك اصبح صندوق الدين اول هيئه اوروبيه رسميه انشئت بهدف التدخل في شؤون مصر الايه؟ الماليه او الداخليه. خلاص؟ جميل. طبعا كان ليه اهميه برضه ان هو خزنه فرعيه بجوار الخزنه العامه لتلقي المبالغ المخصصه للدين، بيديروا اجانب تنتدبهم الدول الدائنه وعيونهم الخديوي. وصلنا سامعين لحد ايه هنا؟ اسباب مباشره للثوره العربيه. طيب هنشوف معانا ماجدة من الفيوم. سلام عليكم يا ماجدة. وعليكم السلام. اتفضلي يا ماجدة. يا مستر عندي سؤال. اتفضلي. السؤال بيقول هناك العديد من العوامل، العديد من العوامل، ايوه ساعدت محمد علي على التخلص من عمر مكرم. على التخلص من عمر مكرم، تمام. حاجة تانية؟ لا شكرا. تحت أمرك يا ماجدة. العوامل التي ساعدت محمد علي على التخلص من عمر مكرم. طبعا احنا عندنا عمر مكرم هنا بالنسبة لمحمد علي كان يمثل شبحا قويا وضع عليه الكثير من القيود، مع ارتفاع مكانة مكرم وسط نفوس الأهالي، خاصة بعد رسم خطوط السياسة أو المقاومة الإنجليزية للحملة الإنجليزية في مصر. طيب أنا عايزين نعرف سؤال ماجدة متحدد بالتحديد، ايه العوامل اللي ساعدت محمد علي على ضرب عمر مكرم؟ اول حاجة بنقول انقسام الزعامة حول مكانة عمر مكرم، وكانوا يدسون له اي يفتنون عند محمد علي. يعني مش كل الزعماء اللي كانوا مع عمر مكرم بيحبوه، لا، كان فيه ناس من الزعامة ما بتحبش مين؟ عمر مكرم. اتأكد محمد علي من الكلام ده لما كان بيروح يفتنوا لمحمد ايه علي على عمر مكرم، ده انا اللي عينته، انا اللي هخليه يعمل اللي انا عايزه، انا ممكن اشيله، انا ممكن اعمل. فده زعل محمد علي اكتر، بس اكتشف فيها نتيجه ان الزعماء هنا كلهم مش متوحدين مع مين؟ مع عمر مكرم. وكان يعني اول واحد فيهم الشيخ السادات، يعني مختلفين حول مكانة عمر مكرم، مختلفين بيغيروا منه. ده الشيخ السادات قال ايه؟ قال له إيه محمد علي؟ عمر مكرم فرد يستمد قوته من زملائه، شيله وحطني مكانه واعمل لك اللي انت عايزه. علاوه على استفاده محمد علي من الانقسامات الماديه بين الزعماء، وزاد من فجوه الانقسام. كان في اختلافات ماديه بين الزعماء، كان شرحها قبل كده، شالها السنادي ووفر علينا، شرحها اهو، وفر عليك انت حفظها. قال لك محمد علي استغل الانقسامات الماديه ليزيد من فجوه الانقسامات. تبقى هنا اتنين دلوقتي عنده هو يا ماجده، انقسام الزعامه حول مكرم عند محمد علي، اختلافات ايه ماديه بين الزعماء، ازمه اغسطس 1808. طبعا ساءت الاحوال وارتفعت الاسعار،
ووضع محمد علي العلماء في مأزق مع الناس أثناء الأزمة وفرض الإجراءات. لو تفتكر معايا إجراءات 1808، فرض محمد علي ضريبة المال الميري على أرض الأوقاف والوسية، ثم صادر الأرض التي عجز أصحابها عن إثبات ملكيتها، ثم ألزم الملتزمين بتقديم نصف الفائض من الالتزام ونصف الصافي من أراضي الأطيان، ثم ضربت الدمغة على صناعة المنسوجات والأواني. مين اللي لازم يمضي على هذه الإجراءات الصعبة؟ عمر مكرم. إيه اللي حصل؟ رفض عمر مكرم التباحث مع محمد علي بشأن هذه الإجراءات، فقرر محمد علي خلعه من نقابة الأشراف وإبعاده إلى دمياط 1809 ووضع مكانه الشيخ السادات. اللي حرض ورسم المؤامرة دي كلها يا ماجدة على عمر مكرم الشيخ السادات الذي كان ضالعا في المؤامرة وأداه طيعة في يد محمد علي. وبالفعل كده خلص محمد علي من الزعامة الشعبية. وسؤالها طول شوية، السؤال طول شوية. معنا أحمد من حلوان، سلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا زحمة؟ ازيك يا أحمد، عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت بس كان عندي نقطة كده بس. اتفضل. مطالب فبراير والنتائج المترتبة على النتائج. مطالب فبراير 1881 للثورة العربية. تمام. حاجة تانية؟ هو انا في المطالب ديت ممكن ادخل المطالب الفئويه؟ لان لازم ادخل المطالب الفئويه ومطالب 100 معايا، لان انا بعتبر يا احمد ان مظاهره فبراير 81 دي مظاهره عابدين الاولى بكل مشتملاتها. هم طالبوا الاول بعزل رفقه وتعيين البارود، استجاب الخديوي، راحوا طالبين المطالب الفئويه لتحسين وضعهم العسكري، شويه راحوا طالبين مطالب مايو للتاكيد على المظاهره بحقيتهم العسكريه والمدنيه، الجيش 18000 انشاء حصون مجلس نواب. تبقى هنا لما اتكلم على مطالب فبراير، ألف رفقي، ب الفئوية، جيم مايو. ماشي؟ ماشي. في حاجة تانية؟ هو حتة الدروس المستفادة من فشل الثورة العربية دي مقررة عنها السنة دي؟ مقررة طبعا، ده الأستاذ منهم اللي كان حاطط امتحان سؤالها في الثانوية العامة قبل كده. الأستاذ منهم هو اللي هيتكلم معاك عليها، هو اللي كان حاطط امتحانها قبل كده. الدروس المستفادة يا أحمد يعني هذا يعني ما تاخدهاش كده مشكله، يعني خدها ببساطه بفهم. يعني مثلا نفترض انا سالت، شكرا يا ابو حميد واسمعني من التلفزيون، يعني سالت احمد سؤال قلت له وضح الدروس المستفاده من اسباب فشل الثوره العربيه بالنسبه، هحدد نقطه انقسام المصريين الى معسكرين، مش ده من اسباب فشل الثوره العربيه ان الشعب انقسم فريق مع عرابي او قسم مع عرابي وقسم مع الخديوي والتوفيق والاتراك. طب ما ده ادى الى الفشل، فشل الثوره. طب ايه الدرس المستفاد هنا؟ ان الشعب المصري توحيده يجب عليه في حاله تعرضه الى خطر خارجي، يجب علينا نقعد نقول بقى عرابي وتوفيق؟ لا، ما نقولش الكلام ده، ننسى خلافاتنا السياسيه والدينيه والمذهبيه ونتحد ونصبح يد واحده لصد اي اعتداء خارجي على ارض مصر. اهو درس مستفاد اهو. زي مثلا ما اقول لك ديليسيبس، عرابي كان ناوي يردم قناة السويس، وديليسيبس أقنع عرابي بإيه؟ قال له يا عم ما تردمش القناة، القناة على الحياد. وعم عرابي راجل طيب، صدق كلام مين؟ ديليسيبس. فكانت النتيجة إيه؟ إن ديليسيبس خان عرابي وسمح بدخول الإنجليز إلى قناة السويس. الدرس المستفاد إن أنا لا أثق في أي إنسان ينتمي إلى أي دولة استعمارية، لأن في النهاية ديليسيبس ملوش إلا مصالح بلده الاستعماري في مصر، وهو الحفاظ على مكانة فرنسا في قناة السويس. جميل يا ريس. طب أنا برضو عايز أوضح حاجة قالها أحمد كده، أحمد يقول هو الدروس المستفادة من فشل الثورة العربية، وتخيل الدروس المستفادة على فشل الثورة بس. لا ده في كل حتة. ده أنت الدروس المستفادة ده أحمد ده زي سؤال مرايك بالظبط. بس مرايك ده سهل، ده أسهل سؤال في امتحان مرايك. إنما الدروس المستفادة وماذا يحدث هم مقترحاتك لا. يعني مثلا جبت فاكر السؤال بتاع الدفاع الجوي. الدروس المستفادة من استخدام مصر لسلاح الدفاع الجوي في أكتوبر 73. طيب في حاجة يا ريس، الدروس المستفادة هل إحنا بنتكلم عن زمن الحادثة بس؟ ولا زمن الحاسه والاستفاده منه الان؟ الاستفاده دلوقتي. طب هتكلم كده عن حدثين؟ يعني اقول مثلا كان على ما انا الدرس انا بقول اهو من اسباب فشل الثوره العربيه انقسام المصريين الى معسكرين. طب توحيد الامه. دلوقتي نفترض مصر اتعرضت لخطر خارجي، نعمل لازم نتحد. طب نقول بقى كده على الدوله ان تتحد ولا تتقصب او لا تتعدد صفوفها. وننسى خلافاتنا. حاجه ثانيه تراجع عن الخلافات، عدم ظهور عناصر نظاميه في صفوف المصريين. تمام. صداقه الدول الاوروبيه وعدم المصادمات معها، عدم الثقه في اي احد خارج الوطن العربي وهكذا يعني. تمام. تبقى هنتكلم كده في الدروس المستفادة عن حاجتين، زمن الحادثة ودلوقتي نستفيد دلوقتي. جميل. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، في نهاية الحلقة نشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ عبد المنعم مصطفى
شكرا يا استاذ عبد المنعم. شكرا لك النهارده استاذ احمد. شكرا ليك. الله يخليك. اعزائي الطلبه، مع ارق تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق، نرجو المتابعه باستمرار من خلال تليفون البرنامج او الايميل الخاص بالبرنامج على الفيسبوك مدرسه على الهواء. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.